وصلنا على فقرتنا اللي رح نضبط مع مؤشر الكلام عن 92.3 التردد اللي شكل ذاكرة صوتية لدى العديد من السوريين وتوليفة تنتمي بذائقتها لحقبة جميلة كتير من الزمن. شام اف ام الوسيلة الإعلامية يلي شكلت علامة فارقة بمسيرة الإعلام السوري واحتفلت يوم أمس بعيد العاشر. لنحكي أكثر عن شام اف ام كمشروع إعلامي وحالة أكيد بتعبر عن سوية راقية من المهنية. صباحنا غير لليوم مع مدير شام اف ام الأستاذ الغالي سامر يوسف. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. كيفك سالي؟ نورتنا استاذ سامر. ليا وسهلي بيخربطوا شوي ببعضهم لانه اثنيناتنا شعراتنا فاتت اثنيناتكم شقر وهيك حاسس حالي انا برا بالحديقه وهيك حاسس حالي برا انا اول شيء استاذ اهلا وسهلا فيك. أهلا مبروك فيك. لعيد العاشر لشام اف ام. خلينا نحكي كيف كانت الاجواء امبارح. بيت اهل عم يحتفلوا يعني شباب الاذاعه وصبايا الاذاعه اجتمعوا مثل كأنه هيك مثل كيف بتعملي حفلة ببيتكم لعيد ميلادك عيد ميلاد حدا من أسرة البيت. هو كان عيد ميلاد هذا البيت. نعم. فكان في أصدقاء اجوا، كان في فنانين زملاء صحفيين كمان اجوا ليعرفوا شو هاي المشروع اللي انتم عم تحكوا عنه. من الشمعة العاشرة اللي حكينا كل الوقت كان في برمويات انه الشمعة العاشرة لأهلي، انه شو يعني لاهلي، شو الشمعات اللي قبل ما كانوا لاهلنا ولا شو. فكان في هيك جمعه، صحيح نحن بيتنا صغير بس بيت الضيق بساع الف صديق مثل ما بيقولوا. فكان جو كثير كثير حلو، استمر طيله النهار امبارح. انبسطنا وكنا نتمنى انكم تكونوا موجودين معنا. تسلم استاذ. يعني الشمعه العاشره امبارح طفيتوها ولكن ميرسي. شام اف ام هيدا المشروع السوري اللي اثبت بجداره، اثبت الاعلاميه، اثبت المهنيه، اثبت الانسانيه، رسائل كثيره، اسره واحده، ايد وحده كنتوا. في اكيد سر او في اكيد يمكن هدف دائما عم تحطوه قدامكم لحتى تكونوا مميزين بهي الطريقه وتدخلوا لكل البيوت وعلى القلوب حصرا. اذا في سر فهو سر كلياتنا بنعرفه، هو انه نحن سوريتنا كثير عاليه. فكل حدا عنده سوريه عاليه. نعم. وبتعني له سوريا وبتعني له سوريته اكثر من اي شيء اخر. فاكيد رح يكون هيك. فحتما انت وانت وانا كلياتنا اللي بيكون البوصله تبعه سوريا في برغشي جايه لي من البوصله تبعه سوريا. نعم. رح يكون هيك شغله. اما اي حدا بتشوفيه عم يشتغل شغل ما له مزبوط، حتما البوصله تبعه ما انا سوريا، تكون بوصله ثانيه، اما شو بعرفني طائفه دين دوله اخرى. نعم. الخ ما بعرف يعني، بس اكيد ما انا سوري. نعم. اكيد حديثنا معك رح نكمله، ولكن بعد ما نتابع اجواء الاحتفال يلي احيتوها بالذكرى العاشره برفقه زميلتنا نيرمين عمار. لكل مستمعي شام اف ام اهلا وسهلا فيكم جميعا. اذا اليوم نحن عم نتشارك سوا على الهواء بالعيد العاشر. في هذا المكان يسمع الصوت عاليا، هنا أكثر من إذاعة، هنا عائلة وبيت سوري كبير، هنا شام اف ام التي ضبطت موجة القلب على 92.3 فكانت مصدرا للخبر، واليوم تطفئ شمعتها العاشرة فبين الماضي الجميل والحاضر كلام لأهل الدار يقال. حلم مو تحقق، وأنا قلت للإدارة أنه رح يصير لي 50 سنة بالإعلام، هدول من أحلى 10 سنين بحياتي بالإعلام، فشكراً لشام اف ام. نياله اللي بيشتغل بمؤسسة بتشبهه، يعني بشوف أنا رفقة كتير لإلي ومعارفة أنه معظمهم عم يشتغلوا بمكان يعني ما بيشبهون أو بتلاقيهم مرغمين على العمل. أنا بعتبر حالي كتير محظوظ أني عم بشتغل بمكان كتير بيشبهني مع أشخاص كانوا حلم بالنسبة لإلي أنه أنا أشتغل معهم. أنا سعيد جداً أني بهي الإذاعة، المساحة الحلوة اللي أنا أخذتها على الهواء احتضان الأستاذ سامر يوسف والست أيام حموي، السمعة الطيبة للإذاعة المصداقية، فأنا يعني فخور أني موجود بهي الإذاعة وأنتمي جدا لهي الإذاعة، وأنا بقول أنه أنا صناعة شام اف ام. فريق عمل متكامل عم يسعى أنه يصحح أخطاء بعضه،
يعني قصدي كلياتنا بنصحح اخطاء بعض، انا بغلط احيانا على الهواء وكثير ناس هون كتيم، يعني انه ما دام قلتي هيك ما كان لازم هاي الجمله تقوليها مثلا، وهي كثير بتضيف لك. شام اف ام سعت من بدايه تاسيسها ومن بدايه الحرب انه تكون سوريه للناس الحقيقيين، حتى الناس اللي بيشتغلوا بشام اف ام يعني كانوا كتير طبيعيين، كتير بيشبهوا الناس اللي بتشوفيهم بالشارع، حتى حاولنا ننقل وجع الناس، هو كان الهدف انه نسعى لحل مشكلة، واليوم هي بالشمعة العاشرة عم تكمل هذا الدور المجتمعي اللي هي اخذته على عاتقها من اول يوم بالحرب لليوم من خلال مشروع لأهلي. اليوم تطفئ شام اف ام شمعتها العاشرة، مشروع جديد حمل عنوان لأهلي، مشروع ليس بالغريب على وسيلة إعلامية سرقت قلوب المستمعين وتفردت بمساحتها فكانت إذاعة سورية لأهلها. أستاذ، يعني مثل ما شفنا التقرير وخلينا كنت عم دلنا تحت الهواء أنه أغنية فيروز يا شام هي أول أغنية يا شام وعاد الصيف، نعم تحديدك. هي أول أغنية انطلقت على هوا شام أسنى. بعد النشيد العربي السوري بلشنا فيها أول أغنية كانت وبصمة ما راحت من الذاكرة أبدا، خلاص فبتضل هي مثل النشيد يعني نعم. نشيد لشام أفهم طبعا بحبها كتير، فيروز كتير بتعني لنا، ما في داعي لازم نرجع منحكي ومنكرر أنه هي هويتنا. في ملاحظة غريبة أنا بشوفها أنه بأغاني ست فيروز للشام ولسوريا، طبعا هي لبنانية بتعرفوا أنتم، إذا بتقولي لأي واحد أنه عد لي أغاني وطنية لفيروز بيعدد لك الشاميات اللي هن بيطلعوا أضعاف اللي غنته للبنان اللي هو بلده، وجمالية الصوت لما بيتغنى للشام صوت فيروز مختلف تماما عن أي دولة أخرى. صحيح، شاهدنا أجواء من الفرح، أجواء من السعادة، شاهدنا شيء من الألفة. خلينا نحكي عن شام اف ام كأسرة عمل. بصراحة أنا ما بشوف، يعني أنا من أول يوم اشتغلنا بشام اف ام اللي بيشتغلوا بالإعلام لهم خصوصية، يعني غير أي مهنة أخرى. مثلا ما فيك تعاملي حدا بيشتغل بالإعلام مثل حدا بيشتغل مثلا بالدهان أو بالدكتور أو أي شيء إداري. الإعلاميين تحديدا هني حساسين، ولحتى يعطيكي الإعلامي كل اللي جواته يفترض أنه يكون مرتاح بمكانه، وإذا ما كان مرتاح، إذا كان قاعد ضغط وستريس ومديره قاعد عم بيقلك عم يهزوا راسهم كلهم، الظاهر أنتم عم تعانوا. لا أبدا لأنه بعرف مديركم كتير حباب يعني. أكيد نزلوا تحية، أكيد نزلوا تحية، بس فعلا لا هاي شيلك من المزح، هي حقيقة. فأنا من أول لحظة لما كنا عم نتعامل كلنا كعيلة وحدة، أنا ما في يعني كلهم بعرفهم، بعرف عيالهم، بعرف تفاصيل دقيقة ببيتهم، مشاكلهم كلهم للشباب. صرتوا أهل، صرتوا أخوة، فصرنا مثل الأخوة، أخوة تماما يعني، أخوة وأصدقاء ورفقة كلياتنا مع بعض كجروب. فأنا بظن هذا سر النجاح. نعم أكيد، بدورنا بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لكل فريق شام اف ام. ومبارح أستاذ تم إطلاق مشروع بالعيد العاشر لشام اف ام، مشروع إنساني سوري بامتياز، خلينا نحكي عنه. يعني أنا ما كتير بحب أضفي عليه صفات أنه مشروع إنساني، مشروع لا هو واجب وطني شام اف ام عم تقوم فيه. نعم. شام اف ام عم تقوم فيه، انتبهي من الزلقطة. اوكي. عم تقوم فيه، ويفترض اي مؤسسة سورية ان كانت اعلامية او غير اعلامية، خاصة او عامة، تتصدى لهيك مشروع، لانه بنرجع على السورية، انه اذا انت سورية يفترض انه ما تنطري حدا يقلك قومي اشتغلي واجبة. قومي اذا انت اخوك بعيد الشر تضرر. نعم. اذا امك قرايبك كذا، هذا ما نو مني ولا نو حسني ولا نو مشروع إنساني ولا نو عمل خير، لا هذا واجبك أنت، مفروض تقومي تشتغلي. إذا حدا من عيلته صار له شيء وهن اللي تضرروا كلهم، اللي نزحوا هن أهلنا، صحيح. اللي تضرروا هن ضلوا ببيوتهم ما نزحوا، اللي تصاوبوا يلي لا سمح الله، يعني كثير ناس الله يبعدوا عن الجميع، يعني انقطعت إيديهم رجليهم، تيتم وترملوا، صحيح.
هي كلياتها يفترض نحن يكون ايدنا بايد الدوله. الدوله اعباء كثير كبيره. نعم. طبعا ما حدا في ياخذ محل الدوله، لان عم تشتغلوا الدوله مؤسسات كبيره بالبلد، هو شغل جبار، بس بده ناس، بده ناس ترفده، بده ناس تساعد. مثلا شام اف ام مؤسسه خاصه هالقد مثلا، اذا قدرت عملت 0.5%، ما حقول واحد. الاخباريه اجت عملت 2%. نعم. شو بعرفني سما، صوت الشباب، يعني نحن كلياتنا، نحن عم بحكي هلا اعلام، فانتقلي على الشركات الاخرى اللي هي شركات ممكن تكون خاصه ممكن تكون عامه، شو ما قدرنا ساعدنا بهالموضوع نحن بنكون عم نساعد بلدنا، وعم نساعد وعم نثبت انه نحن سوريين بس. وعم نساعد دولتنا اللي هلا الاعباء كثرت كثير، وكلنا بنعرف الوضع، ما في داعي نتخبى وراء اصبعتنا. صحيح. يعني. نعم. هو هيك القصه، انه نحن اهل، وهذا واجب وليس مشروع انساني وليس منه وليس صدقه. وما نو عني وعن اولادي هالحكي اللي بيحكوه. نعم. طب شو بيتخصص؟ جزاك الله كل خير. لا 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 ابدا ابدا. مشروع نعم. شو بيتخصص؟ شفت اللي قلت لك اياهم بشكل مجمل، هو مفصل انه حالات مثلا ارامل، قديش نحن فينا، نحن بيصلنا على الاذاعه بنسمي صوت الناس، يعني الناس صح. بتدق وبتحكي، كنا نحس بالعجز انه ليش ما بنقدر نحن نساعد. طبعا بعرف وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ما عم تقصر، الهلال الاحمر ما عم بيقصر، الامانه السوريه للتنميه ما عم تقصر، كثير شركات، بس الحمل تقل على الكل، وهذا تقل هالحمل يفترض يجوا ناس ثانيين يساعدوا بالحمل. نحن بس حاولنا نقول انه يا جماعه هي دعوه اطلقتها شام اف ام. نعم. يعني انا بتمنى بكره الاخباريه يكون عندها هيك مشروع مثلا، ان شاء الله. بتمنى يعني بتمنى الاخباريه تشارك شام اف ام مشروع لاهلي، بتمنى كلنا نشترك، انه خلونا كلياتنا نساعد دولتنا لتضل واقفه على رجليها. ان شاء الله يا رب تكونوا قد الحمل، وكلنا نحن كاعلاميين بنكون قد الحمل. رح نكون ان شاء الله يا رب. ولكن كانت هناك رؤيه اعلاميه لهذا المشروع، في خطة معينة طبعا بيتم تحضير لها، شلون كانت رؤيتكم الإعلامية لهذا المشروع؟ يمكن كمان هلا اختصرتها بالكم كلمة اللي قلت لك اياها، انه ليس صدقة ليس حسنة. انا احيانا بشوف بعض المشاريع اللي اذا بدك تسميها انسانية خليني بروح معك وسميها انسانية، ولكن فيها الكثير من قلة الذوق. يعني طبعا ما عم بحكي عن الناس المهمة، عم بحكي على فيها اول شيء استغلال لحاجة الناس، فيها هدر لكرامات الناس. كيف انت بتسمح لنفسك انك تزل اخوك او تزل امك او تزل اختك؟ نعم. بصير لا يجوز، فبدأ اعادة نظر بكل شيء عم يشتغله. اللي بيشتغل بهيك مجال يفترض يكون مرهف الحساسية لدرجة عالية جدا، ليقدر الكلمة، ليقدر النبرة، ليقدر النطرة ترى على الناس، لانه ما حدا معفي وما حدا معصوم. صح. كلنا ممكن في يوم من الايام عن الجميع، ولكن كلنا ممكن نتعرض. يعني نحن لو انه ساكنين مثلا باكس منطقه ما كنا هجرنا ونزحنا. نعم. يعني كنا بعيدين عن القصه، الخطر كان على ابوابنا كلياتنا. صحيح. وهذا درس وعبره للجميع، انه انتبه شو عم تعمل، هدول اهلك بس. نعم استاذ، يمكن الحس الاعلامي والمسؤوليه من ما بعد النجاح يلي حققته. سلم على الاستاذ معد. ما بعد ما حققته اكيد شام اف ام اكيد مسؤوليه كثير كبيره بيتحملها كل شخص موجود بهيدي الجهه الاعلاميه السوريه. يمكن في خطط محدده للنجاح عبر العشر سنوات، عم تحملكم كل يوم مسؤوليه زياده. طبعا طبعا طبعا، لانه انت اللي ما برصيده شيء ما بيخاف على شيء. نعم. نحن في برصيدنا ونحن منخاف، بس قبل ما انسى، نحن بهذا المشروع عنا شركاء وعنا ناس دعمونا من اول لحظة قلنا لهم انه هاي الكلمة، ما فيني ما اذكرون منهم الهلال الاحمر العربي السوري، MTN، موبي فون، سمير الحفار صديقي اللي هو يعني كان اذا بدك هو السند الاول انه فورا خلينا نمشي، محمد جلبوط جمعية نور. كمان الجماعة فتحوا كل شيء كل إمكانياتهم لمشروع لأهلي. نعم. وعنا طبعا أصدقائنا بيوميات قذيفة هاون رح يكونوا راعي إعلامي معنا، كمان رح ننشر كل الحالات اللي بتصير أو الإنجازات خليني سميها اللي رح نعملها. طبعا وفي كتير ناس تحمسوا قالوا لنا نحن رح نفوت معكم
اطلعوا هلا ونحن جايين كون يعني. يعني استاذ سامر من خلال مشروعكم ان شاء الله ما اكون نسيت حدا ان شاء الله يا رب ان شاء الله اكيد ما راح يزعلوا منك. طبعا من خلال مشروعكم عديت كتير عالم، معناتها قديش انفتحت آفاق، قديش انفتحت بواب من خلال مشروعكم ليتم المشاركة ببناء هذا الوطن اللي هلأ هو بحاجة لأنه نحن نبنيه بهيدا الوقت. كتير 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 ناس حابة تشتغل كتير، بس ما عم تلاقي الدرب. يعني مثلا مثل هلأ مثلا امبارح كنا عم نحكي عن الهلال، إنه الهلال هو عم يقدم وعم يركب أطراف صناعية وكذا. أنا بعرف عالم لهلأ ما عم تعرف الدرب تروح من هون لهون على الهلال. أخي أنا بدلك تعال مشي مشي روح معي لدلك لهون ضبط أمورك. مثلا موبيفون أو سمير الحفار أو MTN أو جمعية نور للغاسة، في قسم منهم بيشتغل بهذا المجال وقسم منهم لا ما بيشتغل مثلا مجال الإغاثة أو مجال سميته إنساني، خليني سميه إنساني. لما انطرحت الفكرة كانوا كتير مستعدين وكتير جاهزين ورحبوا بطريقة أنا استغربتها. يعني عادة نحن لما بنحكي مع شركة بأي مشروع بتاخد للقصة 10 أيام ل20 يوم لحتى تجي الموافقات في سرعة. في موافقات ب24 ساعة إجت. يعني أنا بتشكرهم لشركائنا. أستاذ كمان في ثقة كتير كبيرة بهي المؤسسة هي اللي لقت نجاحها. هي نعمة من الله ونعمة كمان من شغلنا، لأنه نحن تعبنا كمان صرنا 10 سنين عم نشتغل. أكيد ما بننكر. أكيد أستاذ سامر، يعني بنهاية لقائنا نحن أكيد نتمنى لكم ألافات السنوات وشام FM منورة وداخلة بكل القلوب وعلى كل البيوت وبكل الأعمار. أكيد إن شاء الله دائما تكونوا على هي السوية الرائعة اللي بترفع الرأس. شكرا لكم أنه فتحتوا هذا المجال وباركتوا لنا، وشكرا انه عندنا هيك صبايا حلوين ومذيعات لطيفات عم يطلعوا على الاعلام. احنا جاهزين معكم لنكون معكم بالمشروع. اكيد ان شاء الله. اكيد نتشكر وجودك معنا. بدنا نرجع كمان نبارك لشام FM ولكل اسرة شام FM يلي نحن كمان ما فينا ما نفتح ونسمع فيروز الصبح. ان شاء الله موفقين والاعوام طويله. اكيد التوفيق لكم كمان. ميرسي استاذ، شكرا كثير.